السؤال الرابع يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وما معناه؟ وهل هناك مجال لكي يسن الناس سننا أخرى غير التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية؟ وهل ما يسن من ذلك لا يعتبر من البدع؟ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد به من عمل طاعة من الطاعات المشروعة، من عمل طاعة من الطاعات المشروعة واقتدى به الناس في ذلك فقد سن سنة حسنة. ليس معناه أنه يحدث عبادة جديدة أو عملا جديدا لم يشرعه الله ولا رسول. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، برواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في ذم البدع والتنفير منها كثيرة، فليس معنى سن في الإسلام سنة حسنة أنه أحدث شيئا جديدا، ولكن معناه أنه عمل بخصلة من خصال الخير فاقتدى به الناس في عمل الخير فكان فعله هذا سنة حسنة، يعني هذه السنة مأمور بها لكن الناس قد أهملوها أو تركوها أو غفلوا عنها. ومما يدل على هذا سبب هذا الحديث، نعم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس محتاجون وبدت عليهم الحاجة والفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحثهم على الصدقة، نعم، ورغبهم فيها، فجاء رجل معه صرة من المال قد عجزت يده عن حملها، ثم تبادر الناس وكل جاء بما يسر الله حتى بلغت الصدقات أكواما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال هذه الكلمة العظيمة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الرجل بادر إلى الصدقة فشق الطريق لمن حوله من المسلمين فاقتدوا به وبادروا. نعم، ومن سن سنة سيئة، هل هذه بقية الحديث أو هي من باب القياس؟ نعم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها. لا، من بقية الحديث، هذه من بقية على النقيض، يعني من نعم. سن سنة حسنة في مقابله من سن سنة سيئة في الإسلام، يعني عمل سوءا وصار قدوة سيئة للناس في ترك الواجبات وفعل المحرمات وإحداث البدع وغير ذلك. نعم، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من اقتدى بها، يعني نعم، يتحمل وزر هذه الجريمة ووزر من يعني اقتدى أقصد بها. هذا لفظ الحديث كاملا، يعني نعم، نعم.